الحقيقة ان عملية العلاج عند ادلر بتركز على ان احنا بنساعد العميل على انه يفهم اهدافه، يعني هو ياخد باله ان هو عنده اهداف، في نفس الوقت ياخد باله انه عنده خبرات وانه يتعلم من خلال 4 خطوات. الخطوة الاولى هي تأسيس علاقة دافئة واثقة، ودي كل طبعا النظريات بتقول ما ينفعش عملية الارشاد او عملية العلاج تنمو وتجيب نتيجة كويسة الا لما المرشد نفسه يعمل علاقة دافئة وثقة بينه وبين العميل، وبالتالي يقدر يكشف عن أهداف العميل ونمط حياته ويفسر له أخطائه. دي حاجة مهمة جدا، أنا بساعدك على إنك تكتشف الأخطاء ويعاد توجيهه مرة أخرى من خلال التعلم. وفاكرين لما قلت لكم أن الإرشاد النفسي هو عملية تعليم وتعلم؟ قلنا الكلام ده في بداية المحاضرة اللي فاتت وبنعيدها مرة تانية، الإرشاد النفسي هو عملية إعادة تعلم. وايضا صياغه جديده لنمط الحياه. الاشخاص دول كان عندهم اهداف، كانوا بيصيغوا الحياه بشكل مختلف، احنا بنساعدهم على انهم يصيغوها بشكل جديد. ايضا كلمنا ادلر عن الكشف عن اهداف العميل، يعني اوصى بان احنا نستخدم عديد من المناهج عشان نفهم حياه الافراد دول ونستخدم الذاكره بتاعتهم، يعني نرجع برضو لطفولته. وهنا بيتسق مع الكلام اللي قاله فرويد ان احنا لابد نتعرف على الذكريات، ها، الافراد عن طريق الاحلام، عن طريق الرسوم، عن طريق اي طريقه اقدر افهم فيها ايه كانت اهدافهم ونقدر وايه المعيقات او المعوقات اللي اعقتهم وبالتالي وصلت له لمرحله الاضطراب. المنهج التشخيصي الثالث هي مواقع الفرد في الأسرة، ودي ما حدش قالها غير أدلر، هو اللي قال الطفل الأول غير الطفل الثاني غير الثالث، وقال إن كل طفل من دول هيبقى عنده بعض الأخطاء وده بيلعب دور في تشكيل سلوكه، وبالتالي والتفاعلات الاجتماعية دي حاجة مهمة، والربط بين الماضي والحاضر ودي برضو نقطة مهمة جدا، يعني يمكن فرويد يتكلم عن الماضي لكن ما اتكلمش عن الحاضر، لكن أدلر اتكلم عن الماضي والحاضر أو القدرة على الاتصال ما بينهم. بعد كده نبهنا جدا أدلر إلى فكرة التفسير وإعادة التوجيه، نحن نفسر ونعيد توجيه الفرد مرة جديدة علشان يوصل لبر الأمان. أول خطوة قال لازم نعرف هو ليه إيه الحاجات الكامنة ورا السلوكيات اللي احنا شايفينها انها سلوكيات مريضه او سلوكيات غير سويه. طب ايه الحاجات اللي وراها؟ وده بيساعد العميل على انه يفهم الاخطاء اللي تمت في نمط حياته، ويتعرف ايضا على نقاط الضعف ونقاط النقص اللي موجوده في حياته، علشان نبقى قادرين ان احنا في ضوء الاستبصار اللي اتكلمنا برضو عليه فرويد ان احنا نساعد العميل على تشكيل اعمال. اكدت مدرسة أدلر على احتياج العملاء إلى أن يتغيروا وأن يتجهوا لا لتغيير أهداف حياتهم بل لتغيير نمط حياتهم. يبقى هنا أدلر مؤمن مش بس بغير حياتي، ده أنا بغير كمان نمط الحياة اللي بستخدمه، وده السلوك اللي بيحقق أهداف الحياة. بالشكل ده هنلاقي في تكاملات اللي أنا قلت عليها، في انتجريشن ما بين النظريات، وده الذكاء، مش هقول دي نظرية، عشان كده لما جبني البرنامج بتاعي من الذكاء ان انا اخد بالي من كل هذه الانماط المتبينه من الارشاد النفسي واخد منها ما يناسبني حسب الظاهره او المشكله او المعضله اللي انا العينه بتاعتي بتعاني منها. هنتكلم بعد كده على نظريه كارل روجرز، وزي ما قلت لكم كده حينما يذكر كارل روجر نذكر على طول الارشاد والعلاج، وهو اول واحد عمل كتاب في الارشاد والعلاج النفسي، وزي ما قلت اول واحد هو فرويد وتاني واحد هو كارل روجرز. الحقيقه كتابه ده يعتبر من الحاجات الاولى اللي الناس قريتها في هذا المجال، وكان شغوف جدا بالعلاج الفردي، ولو انه بعد كده في حياته امن ايضا بالعلاج الجماعي. ايه الاساس الفلسفي ده؟ ما اتكلمنا على الاساس الفلسفي بتاع ادلر، عايزين نتكلم عن الاساس الأساس الفلسفي للعلاج المتمركز حول العميل اللي بنسميه Client Centered Therapy. العلاج ده بيقوم حوالين 3 مفاهيم، إن البني آدم عنده جسد، إحنا كلنا عندنا جسد فيزيكلي يعني، وعندنا أفكار وعندنا سلوك اللي هو الجانب الكوجنيتيف والجانب البيهيفيرال. يبقى إحنا عندنا جانب فيزيكال وعندنا جانب كوجنيتيف وعندي جانب بيهيفيرال اللي هو سلوكي. وبيقول لو اتغيرت حاجة
في الجسد هتغير التفكير والسلوك، واذا اتغيرت حاجه في التفكير يبقى هيتغير الجسد وهيتغير السلوك. يعني الانسان وحده كليه جشتلطيه يجب ان ننظر اليها على انها وحده متكامله. وقال انه اي حاجه بتتغير مكون في واحده منهم بتغير الباقي، وتمثل الادراكات. وانا عايزاكم تفهموا يعني ايه الادراكات. الادراك ادراك الاشياء، يعني عنونه الاشياء. يعني مثلا انت ممكن تبقى عندك شغاله في البيت شايفه مثلا جهاز زي جهاز التصوير اللي انا بشتغل عليه ده او الكاميرا، ما تعرفش دي بنستخدمها في ايه، لان هنا لم تدرك، لان ثقافتها ومعلوماتها ما تسمح لهاش. هي شافتها لكن مش تقدرش تقول لنا ايه هي دي، او داتا شو او حاجه متقدمه من التكنولوجيا ممكن الناس العاديين ما يعرفوهاش. يبقى الادراك هو عنونه الاشياء، انها لان بتيجي منين؟ بتيجي من الحواس زائد الخبره. يعني انا عندي عيون كويسه فانا شايفه الجهاز اللي قدامي، لكني ما اعرفوش هو جهاز بتاع ايه. ده بيتعلق بالخبره. فعشان كده بنقول سنس او احساس بلس اكسبيرينس يكون لنا البرسبشن اللي هو عمليه الادراك. يبقى ما هو عمليه الادراك؟ هو عنونه الاشياء، هو اطلاق المعاني على الاشياء. ودي بنعتبرها تجربة شعورية. يعني البني ادم لما يشوف حاجة ويتعرف عليها ويدلي بدلو فيها يبقى دي تجربة شعورية. السؤال اللي بيظهر عندنا هنا، هل الفرد بيتعامل مع الواقع؟ وايه هو الواقع؟ الواقع هو المنفصل عن الادراك ولا الواقع هو الادراك؟ انا هضرب لكم مثال لطيف جدا جدا جدا. انا كان عندي ولد مثلا في الثانويه العامه، يعني ابن اصدقائنا، وكان بابا موست اوف ذا تايم لما بيديك له توجيهات بيديك له توجيهات عنيفه. يعني مثلا يقول له ايه، يزغده كده بجنبه ويقول له قوم صلي انت نسيت تصلي، يلا قوم ذاكر عندك ثانويه عامه. فانا مره الحقيقه شفت ان دي طريقه غير لائقه من الاب. يعني سالته يا مصطفى انت بتزعل لما بابا يخبطك ولا يضربك؟ قال لي لا طبعا. قلت له ليه؟ قال لي عشان هو بيدور على مصلحتي. فاذا هنا ادراكه للموقف ما يخلوش لا يجيله اكتئاب ولا يجيله قلق ولا يحس ان بابا يعامله معامله وحشه. لكن في ولد تاني لمجرد ان بابا بيكلمه بصوت عالي يقول لك ده اهني، ده بابا مش مخليني اعرف اختار، ده بابا ما اعرفش. يبقى هي المساله كلها بتتعلق بايه؟ بعمليه الادراك اللي لسه هنتكلم عليها جدا ان شاء الله بمشيئه الله المره الجايه لما نتكلم عن نظريه الجشتالت، لانها مبنيه على الادراك. الادراك ده حاجه مهمه جدا. فالادراك هو ما يراه الشخص منفصلا عن ذاته ويدركه بطريقه ويطلق عليه معنى. وانطلاق من هذا الفهم يبقى احنا مؤمنين ان الشخص يتفاعل مع البيئه المحيطه، ها، وبالتالي تتطور ادراكاته حسب رؤيته للموقف وخبرته بالموقف. ادراك الخبرات بيتاثر باحتياج الفرد الى الشعور بقيمته، لانه في افراد بيشعروا شعور ايجابي، ها، وطبعا لازم ده يكون في وجود اخرين، لان احنا دايما نقارن نفسنا بالاخرين. عندنا نظريه في علم النفس الاجتماعي اسمها الرياكشن، يعني احنا بنتفاعل في الحياه بموجب الاخرين بيتفاعلوا معانا او شايفيننا شكلنا ايه. والحقيقه ده بيتاثر بيه نظرات التقدير اللي احنا بنلقاها من الاخرين، وايضا المعامله اللي احنا بنلقاها من الاخرين. يعني انا لما اروح حته والاقي الناس بتحترمني وتقيمني وتستثني عليا يبقى انا معناها عندي قيمه، والعكس صحيح. فاعتبرها دي كارل روجر انها شروط للشعور بتقدير الذات عند الاطفال. يعني الاطفال اللي بيحسوا ان اهاليهم بيعملوهم معامله جيده دول بيبقى عندهم نوع من احساس بتقدير ذواتهم. وقال ان القلق والتوترات بتيجي من التفاوت ما بين مفهوم الذات وبين حاجة الفرد، لانه يتسق مع الحاجات اللي بيحطها الاخرين. دايما احنا عندنا صراع ما بين الاخرين عايزيننا نعمل ايه واحنا كمان عايزين نعمل ايه. القلق والتوتر وتحلل الشخصية والصراعات وتحقق الصحة النفسية او التكيف، لما الفرد يقدر يستوعب التجربة الحياتية اليومية ويقدر يفهم ردود الافعال، زي الولد اللي شاف ان باباه بيزعله لكن ده لمصلحته ومحسش بالإهانة. هنا قدر يعمل موائمة وقدر يشكل مفهوم ذات مرن واكثر واقعية. العلاج المتمركز حول العميل شايف ان احنا كلنا عندنا اتجاه ايجابي نحو تحقيق الذات، وان احنا كلنا نستطيع لكن بنحتاج مساعدة احيانا،
وقادرين على التحكم في مصائرنا. الفكرة الأولى اللي هي فكرة التقرير المصيري اللي برضو مين اللي اتكلم عنها، اللي اتكلم عنها أدلر وأيدها كارل روجرز. أهداف العلاج المتمركز حول العميل إيه هي؟ أول حاجة إحنا عايزين العميل يبقى أكثر واقعية، ما يبقاش خيالي عايش الخيال. إحنا عايزين البني آدم يبقى واقعي، يعني فاهم الواقع وعنده قدرة على التكيف والتوافق مع الواقع، أيضا عنده قدرة بالثقة بنفسه، أيضا بيقدر نفسه، يعني يعطي لنفسه قيمة. الأفراد اللي شعارين بالقلة وأنهم ما لهمش قيمة دول أشخاص مريضين، أقل كابتن، لأن الشخص المريض شخص بيكبت، أما الشخص السوي شخص أقل كابتن. أيضا أن يكون أقل شعورا بالتوتر، طبعا المرضى أقل شعور بالتوتر، أقرب إلى تماسك الشخصية. ولأنه إحنا دايما نقول أن الأفراد الأسوياء شخصياتهم متماسكة ويستطيعون أن يؤدوا وظائفهم الحيوية، أما الأشخاص المهلهلين أو مفيش تماسك في الشخصية دول الأكثر عرضة للإضطرابات النفسية. المرشد الحقيقة عليه أن يشوف عدم التطابق، لو مفيش تطابق من خبرات العميل ومفهوم ذاته عليه أنه يشجعهم على أنهم يبقوا منطلقين متفتحين، يشعروا بالأمن، يخليهم يتخلصوا من كل دفاعات. ده دور الإرشاد النفسي، خدوا بالكم الحاجات دي كلها عشان تاخدوا بالكم وانتوا بتبنوا البرامج بتاعته. المرشد الناجح قادر بكفاءة على انه يتعامل مع مشاعر العميل الغامضة، sometimes تبقى مشاعر العميل نفسها غامضة، وهو عليه انه يكسر الغموض ده ليستضح الامر ويعرف ليه، ايه الاسباب اللي خلته يعني يعبر بغموض. العلاج المتمركز حول العميل الحقيقي بيهدف لمرحلتين. المرحلة الأولى أنه يخلي العميل عنده تطور عاطفي ويتحرر من مشاعر العجز. المريض عنده دايما مشاعر عجز والعواطف عنده مش متطورة، يعني العواطف عنده زي مثلا ما نلاقي طفل عنده 6-7 سنين ولما يجي يعيط يرمي نفسه على الأرض. هنا بنقول ده ما عنده، ده عواطفه بدائية، لأن الطفل اللي عنده 3 سنين لو ما ادينالوش حاجة هيرمي نفسه على الأرض. يبقى أنا لما يكون عندي الطفل عنده 10 سنين مفروض أنه يتطور عاطفيا، يعني يستطيع أن يعبر عن نفسه، هنا ما يكون منفعل وما يرميش نفسه على الأرض، يبقى هنا تحرر عاطفيا من مشاعر العجز. أيضا يكون عنده تفتح في تقييم الذات، ولأن كل ده بيلعب دور في تقييم الاتجاهات والسلوكيات. في الاتجاه العقلاني في الاتصال، يعني أنا وأنا بتواصل مع آخر أو يجب أن التواصل يبقى مبني على العقلانية ويأخذ في اعتباره العاطفية، لكن لو هو بقى بالبداية كده مبني على العاطفية هيبقى أقرب إلى الاضطراب النفسي منه إلى السواء النفسي. أيضا إحنا بنولد الدافع لتنشيط حل المشكلات، يعني إحنا بنساعد العميل على أنه يبقى شخص قادر على حل المشكلات. المرحلة الثانية بتبرز احتياجات العميل الى انه يبقى مرن، والمرونه دي مساله مهمه جدا جدا وبتلعب دور كبير قوي في العمليه العلاجيه. طيب ايه البناء بقى النظري للعمليه العلاجيه؟ اولا العلاج المتمركز على العميل بيهتم بالعمليه، وانا قلت لا ايه عمليه، ايه عمليه التواصل اللي بيني وبين العميل، وهو بيعتبر ان العمليه اهم من التكنيك. يعني اذا انا نجحت كمرشده في ان انا اقيم علاقه دافئه وثقه بيني وبين العميل هبقى حققت 75% من الهدف، اهم من التكنيك اللي انا بستخدمه في عمليه العلاج. روجرز سنه 61 حط شويه خصائص للمرشدين اللي بتساعدهم على نجاح العلاج، وقال اذا قدروا يعملوا علاقه بتتميز بانها تخلي العميل يرى مشاعره الحقيقيه بوضوح، اقبل العميل كما هو، ارى مشكله العميل بعيون العميل مش بعيوني انا، مش بعيون الاخلاقي، يعني لما اقول له عيب كده ليه اتصرفت كده، انا شفت المشكله بعيوني انا او بعيون الواعظ. لا، خدوا بالكم ان احنا في الارشاد النفسي نبعد تماما عن الادفوكاسي، نبعد عن الواعظ. احنا يعني افرض واحد جه حكى لك مشكله جنسيه حصلت له، تقول له عيب وما يصحش وانت اتصرفت غلط، ما بقيتش مرشد انت بقيت واعظ. لا، احنا المرشد بيتقبل نقاط الضعف ويحاول يمد ايده للعميل علشان يوصله برا الامان. ايضا العميل كمان يوصل لانه قبل العلاج كان شخصيته مهلهله شويه، باكثر تماسكا وقدره على توظيف عواطفه.
اصبح العميل نفسه شايف نفسه الصوره اللي هو يحب يشوف نفسه بيها، اصبح اكتر قدره على التعبير عن الذات. يمكن في البدايه ما بيبقاش قادر، لكن من خلال العلاج بنخليه قادر يعبر عن ذاته، بنخليه اكثر قبولا للاخرين كمان. لان السعاده والصحه النفسيه لا تكتمل الا بان انا اقبل ذاتي واقبل الاخرين، ويبقى عندي وسيله اقدر بيها احل التعامل مع الاخرين، واكون قادره على التعامل بكفاءه مع الحياه اليوميه. المرشد بينقل للعميل شعوره بتقدير ذاته. يعني اذا المرشد نفسه ما قدرش ذاتك، يبقى انت هتفضل ذاتك زي ما هي، يبقى ما عالجكش. لا، هو نفسه بيحترمك عشان هو بينقل لك الشعور بتقدير الذات. لان شعور بتقدير الذات والاحترام دي مساله مهمه جدا عند كارل روجرز، ان العميل بتاعي بقى جاي متلخبط، فعليا انا ان انا اساعده واخليه يقدر ذاته ويرى ما بداخله ويتقبل المخاطره اللي تنطوي عشان يقدر يشارك الاخرين. طول ما الفرد هيزيتيتد ومش واثق في نفسه ما بيقدرش يتعامل مع الاخرين، لكن كل ما كان واثق في نفسه يقدر يتعامل مع الاخرين. علاوه على ذلك، على المرشد ايضا ان يقدم قدرا من المسانده. وطبعا الحقيقه ان الارشاد النفسي مبني كله على الدعم وعلى المسانده، ودي اكتر حاجه ممكن تنجح العلاج من عدمه. يعني اي منهج علاجي سواء كان التحليلي او كان الجشتالتي او كان العلاج بالواقع اللي احنا نتكلم عليه او اي حاجه، اذا ما كانش مبني على المسانده وعلى بناء مفهوم ذات جيد في ضوء معاني جديده واحساس بالحريه. يعني كمان هو اصلا المجتمع مبني على السلطه، فما يجيش المرشد كمان يلعب دور سلطوي بالنسبه للعميل، يبقى هنا هيبوظ له الدنيا كلها، ومش هنقدر نبني اتجاهات ومشاعر الا انها هتبقى مشاعر مبنيه تحت التهديد. احنا بنقول عايزين عميل قادر على تقرير مصيره، عميل قادر على حل مشكلاته، عميل قادر على الاحساس بالامن، ما يبقاش عنده خوف. وبالتالي لو قررنا ان احنا العلاقة الارشادية تبقى علاقة جيدة، هنقدر نحول الضفدعة الى اميرة. بمعنى ايه الكلام ده؟ الكلام ده كلام طبعا فلسفي، بمعنى ان انا بخلي الشخص من انه كان متدني جدا في فكرته عن نفسه الى ان يشعر انه شخص له قيمة. انا بعتقد ان احنا هنتوقف عند هذا الحد بسبب انه النظرية كده بالنسبة لنا خلصت، ومن مشيئة الله المحاضرة الجاية ان شاء الله يمكن تكون افضل، لانه يمكن انا اخدت وقت كبير جدا عقبال ما ظبطت كل هذه المسائل. ان شاء الله المره الجايه هنظبطها بشكل ما تاخدش وقت مننا، وهنتكلم عن نظريه الجشتالت ان شاء الله، ويمكن نقدر ندخل في الرياليتي سيرفي. اشوفكم على خير بمشيئه الله.